ستي ذكرتي بقى قولي لنا تعرفي ايه عن السلطان حسن. بصي يا ستي، السلطان حسن ده كان من اهم سلاطين المماليك، وهو كان حفيد السلطان قلاوون. تولى حكم مصر مرتين، مره كانت 1347، كان عمره 13 سنه، كان صغير جدا، وبعدين دخل السجن 3 سنين. في الفتره دي اللي مسك الحكم هو اخوه السلطان صالح، ولما كان السلطان حسن في السجن كان دايما بيبص من الشباك وكان شايف ارضه، وقرر ان هو لما يخرج ان هو يبني مسجد عشان لما يموت اهل مصر يفتكروه. بعدين حصل نزاع ما بين الامراء وقرروا ان هم يشيلوا السلطان صالح وان هم يرجعوا السلطان حسن تاني. ولما رجع السلطان حسن تاني لحكم مصر قرر ان هو يبني المسجد على الارض دي، كان اسمها ساعتها ارض الخيل، وهي دلوقتي في ميدان صلاح الدين والسيده عائشه. طب والمسجد ده اللي بيميزه عن بقية المساجد؟ المسجد ده من أهم مساجد العالم. تعالي احكي لك حكاية المسجد. مسجد السلطان حسن اتبنى عام 1356 في العصر المملوكي، وهو من أهم مساجد العالم. المسجد أخد 3 سنين عشان يتبني. مسجد السلطان حسن كان ضخم جدا وعبقري جدا جدا في تصميمه. المسجد ده ما كانش مكان للصلاة بس، ده كان مكان لدراسة العلوم الإسلامية، وهو بيتضمن مدارس للمذاهب السنية الأربعة، وكان فيه مكان لسكن الطلبة والمدرسين. السلطان ما كانش هيقدر يكمل بناء المسجد بتاعه من فلوس الدولة، عشان كده هو قدر يكمله لما 40% من سكان مصر ماتوا بسبب مرض الطاعون. الناس اللي ماتت وما لهمش ورثة، السلطان حسن خد فلوسهم وكمل بيهم بناء المسجد. والسلطان حسن زي أي سلطان، لما قرر ببناء المسجد أمر ببناء ضريح داخل المسجد عشان يدفن فيه لما يموت، ولكن للأسف السلطان حسن مات ولم يعثروا على جثمانه، بس اللي اتدفن في الضريح ده هو ابنه. المسجد ليه باب بحري، وهو ده يعتبر المدخل الرئيسي للمسجد، وده من أعظم المداخل اللي اتبنت في مصر في فترة العصور الوسطى. اللي بيدخل من الباب ده بيلاقي قدامه مدخل مربع الشكل، وده بيتكون من 3 إيوانات وصحن شكله زي ما يكون مسجد صغير. صحن المسجد ده كان فيه حوض كبير جدا للوضوء، فيه قبة متشال على 8 عواميد رخام، وفي أركانه الأربعة 4 أبواب بتوصل للمدارس الأربعة اللي كانت كل واحدة فيهم مختصة لمذهب من المذاهب الأربعة. تدريس المذاهب دي والتعامل بينهم في نفس الوقت، ده كان نظام عمل السلطان الظاهر بيبرس في مصر، وده كان بيدل على أن مصر كانت متفتحة جدا في العصر المملوكي. أكبر المدارس في المسجد هي المدرسة المختصة لتدريس المذهب الحنفي، وعلى أبواب المدارس المطلة على صحن المسجد في نص بيقول إن المدرسة أمر ببنائها مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر حسن ابن مولانا السلطان الشهيد الملك الناصر محمد ابن قلاوون. الإيوان الشرقي للمسجد هو من أكبر الإيوانات، واتجمعت فيه روائع الفن، فجدرانه مكسية بالرخام والأحجار الملونة الفاخرة، وفي الدايرة بتاعته إطار مزخرف بنقوش من الخط الكوفي.
اللي أشرف على بناء مسجد السلطان حسن هو محمد بيلك المحسني. محمد بيلك المحسني ده كان أميرة ولد في مصر، وكان ليه مكانة كبيرة جدا في عهد السلطان الناصر محمد ابن قلاون، وتعين ولي للمنوفية، وبعدين بقى ولي على القاهرة سنة 1330، وبقى وزير سنة 1353، وفي سنة 1354 أشرف على ترميم سد تسبب في فيضان في الفيوم. انت كان معاك حق يا نورهان، المسجد ده طلع حلو قوي جدا يا بنتي. طب هو ازاي قدر يحافظ على شكله وهيئته لحد دلوقتي؟ بصي يا ستي، المسجد ده اتعمل له ترميم مرتين، مره تحت لجنه حفظ الاثار العربيه، هم عملوا مجهود جامد جدا في اصلاحات المسجد، فهم كملوا بناء المنارتين وعملوا اصلاحات في الجدران ورخام المسجد، وخلصوا الترميم ده في 1915، واتكلفت 40,000 جنيه مصري. وفي المره الثانيه وزاره الاثار عملت صيانه للمسجد، ومن ضمن خطتها كانت ترميم الشروخ اللي كانت موجوده في المسجد. مسجد السلطان حسن اتكرم مرتين، مرة لما اتحط صورة المسجد على العملة المصرية في السبعينيات على 10 جنيه، وفي المرة الثانية لما حط صورته على 100 جنيه. ستي ذكرتي بقى قولي لنا تعرفي ايه عن ايه؟ ولما كان السلطان حسن في السجن كان دايما بيبص من شباك بيتهم. عملوا مجهود جامد جدا في اصلاح الكلام ده خلص في 1915. الدبانه في ايه بقى؟ لا، ولما رجع السلطان حسن تاني لحكم مصر 3 hours later، ولما رجع السلطان بقالك 3 دقايق بتقولي ولما رجع السلطان حسن، رجع عمل ايه بقى؟ Wow.